وللمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية. محمود، تضعنا في تفاصيل المعرض وأبرز العارضين سواء من مصر أو من الدول العربية. نعم، بعد التحية إلهام ومصطفى، أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. يعني نتابع معكم الدورة الرابعة للعام الرابع على التوالي من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية. هذا المعرض الذي يمتاز هذه النسخة بمشاركة واسعة من مختلف العارضين سواء من الدول العربية المشاركة أو حتى من مختلف المحافظات. يتميز هذا المعرض في هذه النسخة بزيادة عدد العارضين من المحافظات المختلفة، نتحدث عن 1116 عارض من مختلف المحافظات، منهم المحافظات الحدودية كسيناء ومطروح الذين يعبرون عن التراث المختلف لهذه المحافظات، وأيضا للمرأة التي تشارك بقوة في هذا المعرض، نتحدث عن 69% نسبة العارضات في هذا المعرض، ويمثلون أيضا بعض الجهات مثل المجلس القومي للمرأة. فبالتالي في يعني هناك مشاركين من مختلف المحافظات، أيضا هناك مشاركين من الدول العربية، نتحدث عن المملكة العربية السعودية التي تحل ضيف شرف هذه النسخة، وأيضا الإمارات، دولة الإمارات العربية الشقيقة، ودولة ليبيا، وأيضا السودان. هذه الدول العربية عبرت عن يعني ترحيبها باستضافة مصر لهم في هذه النسخة الهامة، وفتح يعني آفاق التسويق لهذه المنتجات، فهي فرصة لتسويق هذه المنتجات محليا وعالميا. أيضا على جانب آخر، هناك دعم كبير يقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب المشاريع من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المشروعات تتواجد بقوة في هذا المعرض، لهم جناح خاص بهم يقدمون هذه الحرف اليدوية لتسويقها وللتشجيع أيضا على خلق فرص عمل ويعني توفير حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة لهؤلاء أصحاب الحرف اليدوية. فبالتالي هناك توجه كبير من الدولة، وهذا ما أكد عليه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم خلال افتتاحه لمعرض تراثنا، أن الدولة تهتم بهذه المشروعات الخاصة بحياة كريمة وتقدم لهم كل سبل الدعم سواء الفنية أو حتى التسويقية من خلال تواجدهم في معرض تراثنا. أيضا هناك مشاركة كبيرة جدا لذوي الهمم، أكثر من 100 عارض من ذوي الهمم يقدمون منتجاتهم المختلفة من الحرف اليدوية والتراثية. أيضا يعني كتوجه من الدولة لدعم هؤلاء يعني أصحاب الهمم في تسويق منتجاتهم داخل معرض تراثنا. المعرض فرصة مهمة جدا لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المنتج الخاص بهم فيما يتعلق بصناعاتهم اليدوية والتراثية، للتشجيع على يعني تطوير هذه المنتجات محليا وتسويقها محليا وعربيا. أيضا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح جناح بعنوان خدماتنا لتقديم كل الخدمات المعرفية سواء المالية أو التسويقية للعارضين بالمجان، أو حتى لمن يريد أن يتعرف على كيفية دعم الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبالتالي الجهاز يقدم هذه الخدمات للعارضين ولغير العارضين من أصحاب المشروعات المختلفة. أيضا بالتزامن مع بالطبع استضافة قمة المناخ COP27، يتواجد جناح خاص هنا في داخل معرض تراثنا لإعادة تدوير المخلفات. هناك بعض الحرف اليدوية والموجودة التي أعيدت تدويرها وأيضا كصديقة للبيئة، تزامنا مع بالطبع استضافة قمة المناخ COP27. هناك حركة، اليوم هو اليوم الأول لهذا المعرض، هناك حركة من الجمهور بالطبع يعني بدأت تتراكم
تتردد على أجنحة المعرض تراثنا المختلف. فبالتالي المعرض أيضا سيستمر من اليوم وحتى 15 من أكتوبر الجاري، من 11 صباحا وحتى 10 مساء، لتقديم هو كل الخدمات والتراثية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل من يريد أن ينمي الحرف اليدوية والتراثية في مصر. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.